عندي فراخ مفرومة وعندي شرايح بتنجان وعندي كمان بصل مبشور وثوم مفروم وملح وفلفل وبهارات فراخ وبابريكا وكزبرة، وعندي كمان طماطم، عصير طماطم، وعندي جبنة شيدر مبشور. تمام، تعالوا كده. ايه اول حاجه هنعملها مع بعض؟ طبعا موضوع الجبنه الشيدر المبشوره ده على حسب ما انتوا حابين، تقدروا تشيلوها، تقدروا تحطوا جبنه موتزاريلا، تقدروا تعملوها من غير جبنه خالص على حسب ما انتوا حابين. هي اضافه يعني تقدروا تشكلوا فيها او يعني تتحكموا فيها زي ما انتوا عايزين، مفيش مشكله خالص، ممكن تتعمل من غيرها تماما، يعني مفيش اي ازمه في الموضوع ده. طيب دلوقتي احنا هنبدا بقى نعمل الكفته مع بعض. هنجيب كده الفراخ عندي، هقطعها بالشكل ده وهبدا ان انا افرمها. طبعا حابين تشتغلوا بوراك او بصدور او بميكس الاثنين مع بعض، تمام مفيش مشكله خالص، يعني تقدروا تعملوا ده. حتى بقى ايه ابهر شويه الصدور اللي عندي بتاعت الفراخ. اولا هحط كده بصلايه، هسيب كده بصلايه كده ايه تتفرم معاها، وهبدا بقى احط ايه شويه بهار. تقدروا طبعا برضو موضوع البهارات ده تتحكموا فيه زي ما انتوا حابين، حط شويه كزبره ناشفه، احط شويه بابريكا، هحط شويه ثوم مفروم، وتقدروا تحطوا ثوم باودر مش لو مش حابين ثوم مفروم اهو، هحط شويه ملح وفلفل، هملح كده، رباب، رباب صباح الفل، وشوية صباح فلفل الفل اسود. على احلى شيف في الدنيا. الله يخليك يا حبيبتي، عامله ايه؟ عامله ايه؟ كله زي الفل، كله جميل الحمد لله. الله يخليك يا حبيبتي، اتفضلي. ايه الاكل الجميل ده؟ الله يخليكي، انتوا اللي مكالماتكم حلوه قوي والله يا عصب. والله حبيبتي تسلمي، تسلميلي. وبحب وصفتك يوم بعملها حبيبتي، تسلمي لي، ده والله ده شرف لينا حبيبتي. شكرا ليك، شكرا ليك يا حبيبتي، وشكرا لمكالمتك الحلوه دي، تسلمي لي، شكرا. تعالوا بقى ايه نحط كل البهارات دي، هنفرمها فرمه ناعمه كده مع بعض اهو. مهاني معانا على التليفون. صباح الفل يا مهاني. صباح الفل يا جميل، عامله ايه حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبتي، زي الفل. نهارك جميل. البتنجان اللي عملتيه امبارح تحفه حبيبتي، الف هنا. هعمله النهارده بقى. يلا جربيه كده، هيعجبك قوي، هيعجبك قوي. شكله سهل ولذيذ وكمان الولاد هتحبه، يعني المقرمش كده وحلو، فالولاد هيحبوه. كل حاجتك جميله والله. الله يخليك، الله يخليك. والله بحبك جدا جدا. تسلمي، تسلميني انا كمان والله. ربنا يخليك لينا ويحسن ما بين ايديك. تسلميلي والله يا حبيبتي. تحياتي لكل الاستوديو. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي، شكرا يا حبيبتي، صباحك زي الفل. صباح الهنا حبيبتي. الله يخليك، مع السلامة. مع السلامة. بصوا بقى كده، خلاص انا كده الكفته اللي عندي الفراخ اتفرمت وحطيت فيها البهارات، زي ما قلت لكم تقدروا تعملوا اي بهار انتوا حابينه، وهبدا ايه اشكلها كده ايه راس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تقدروا تشكلوها اي حاجه، صوابع، دواير، اي حاجه، كور، اي حاجه، يعني مفيش مشكله خالص. هبدا كده ايه اشكلها اقراص بالشكل ده اهو، ومش هخليها تخينه، يعني مش عايزه السمك بتاع الكفته نفسها تبقى تخينه، عايزاها كده رفيعه عشان ما تبقاش يعني كتله كده تخينه معايا وانا باكلها اهو. بصوا الوصفات دي بصراحه الحلو فيها ان ينفع تعملوها حتى بربع كيلو فراخ او لحمه، بتبقى سهلة وبسيطة، ويعني بتتشكل معاكم بكميات قليلة جدا، يعني كميات قليلة بتعمل منها شوية حلوين وبتبقى الدنيا تمام جدا اهو. هبدأ كده هعمل هعملها بالشكل ده. بصوا انا عاملاها اقراص عشان تبقى قريبة من البتنجان، نفس الشكل كده بتاعها، بس انتوا طبعا عايزين تعملوها صوابع تمام، عايزين تعملوها كور تمام، كل الحاجات دي تقدروا ان انتوا تعملوها على حسب ما انتوا تحبوا اهو كده الشكل ده. هبدا كده ايه اشكل كده القرص بتاعت الكفته دي اهي،
وارفع، مش محتاجه خالص ان هي تبقى اتخن من كده، لان هي خلي بالك وهي كمان بتكش، ولما تكش هتبدا ان هي يعني تنفخ شويه او يعني تبقى اتخن شويه اهو، وهكذا لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي بالشكل ده. عشان كده بقول لكم اتحكموا في الوزن اللي عندكم، حابين ربع كيلو نص كيلو، يعني على حسب ما انتم حابين. نص كيلو بيدعمل كميه كبيره جدا، فعشان كده حتى لو عندكم ربع كيلو او صدر فرخه تقدروا ان انتم ايه تفرموه وتعملوه كده بالشكل ده. صدر ورك اي يعني قطعه من الفرخه ما فيش مشكله، تمشي تمام وتبقى ماشي حالها وزي الفل. بصوا عامله كميه كويسه ازاي. عندي بقى انا حاطه على النار كده عشان اعمل الصلصه، بسخن الطاسه اللي عندي، هبدا بس ايه احط دول، اجيب كيس ثلاجه، دي كيس اسلام كده ثلاجه او طواطني عشان احطهم فوقيها، لو حطيتهم فوقيها هيلزقوا، فهفصل بس ما بينهم كده باي كيس عشان لما اجي اشيلهم دلوقتي. اهو دي واحده ودي هعملها برده واحده اهي، اي كيس زي ما هو كده اسلام حتى تمام. يلا هنفصل بس ما بينهم كده باي كيس، او لو حطيناها في طبق كبير او حاجه يعني مش هتحتاجوا ان انتوا تعملوا ده. حطوا لي بس هنا بس، شكرا اهو، لحد ما اخلص كده كل الكميه اللي عندي.